عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبي عاملين ايه؟ معكم نانسي من قناة يومياتي انا وعائلتي. النهاردة احنا خرجنا بعد عناء، قعدت اتحايل على بابا قد كده عشان يخرجنا. احنا في التحرير، بص النيل شكله حلو ازاي، اكني اول مرة اخرج. هو في ناس بس مش كتير، يعني بصوا الناس مش كتير. جنى اهي، روحي يلا يا جنى العبي بالكوتشي بالعجل. بصي جنى، تعالي هنا يا جنى. بصوا الناس اهي مش كتير قوي اهي. ايه رايكم جنى؟ يلا العبي يا جنى. بص احنا ماشيين اهو، بصوا جميل ازاي، جميل جدا. احنا يعني انا بجد مبسوطة جدا ان احنا خرجنا. بصوا النيل شكله حلو ازاي. عقبال بقى كده اما نروح بقى البحر، بقى يا ريت بقى يفتحوا المصايف والله عشان احنا زهقنا. بصوا جنى، يا احمد. يلا يا جنى اجري. بص جنى، مهيرة في الكوتش بعجل ما شاء الله عليها. بس الاحسن تقع الاحسن انا سدى ولا حاجة. بص الشمس عاملة ازاي، انت طبعا مش هتشوفها في الكاميرا زي ما انا شايفاه. بص النيل حلو ازاي. احنا طبعا ما خرجناش من ساعة السيول اللي حصلت والنطرة اللي حصلت، فاحنا طبعا بقى اول يوم نخرج. انا قلت برضه يعني لازم ايه اشارككم فرحتي كده. بصوا جنى، الشمس شكلها جميل جدا. بصوا عامله ازاي، بصوا المراكب عامله ازاي. ازيكم حبايبي عاملين ايه؟ ايه رايكم بقى؟ قلنا نوريكم بقى النيل، بقالنا كتير ما خرجناش وما شفناش الدنيا دي، محبوسين حبسه. الحمد لله يعني ربنا يرفع الوباء عننا يا رب العالمين. هي الناس نازله برضه بس مش كتير، يعني مش زي الاول يعني. بصوا بس في ناس كتير يعني. الاول المكان ده انت كنتش تعرفوا تمشوا فيه صراحه يعني. هي أجا، بصي أجا تعالي كده بدل الشمس. تعالي كده اهو، يلا يا أجا. بصي الجمال، عقبال بقى المصيف بقى نصوركم في المصيف كده إن شاء الله يا رب. شايفين الشمس زي ما انا شايفاها والله. بصوا بقى احنا دخلنا اركاديا، بصوا الجمال دي. يعني احنا كنا بندخلها من واحنا صغيرين، فيعني حاجة جميلة جدا بالنسبة لنا. جينا عجبة الوردة الكبيرة، بصوا جميلة ازاي. كنا من احنا صغيرين بابا بيجيبنا يدخلها لنا. بصوا حلوة ازاي، جميلة جدا، هنتمشى فيها. احنا طبعا ما لقيناش الجنينة اللي احنا متعودين نقعد فيها، كلها مشاريع وكده، فاحنا مش لاقيين الجنينة اللي احنا كنا بنقعد فيها. يا أجا لابسك كمامة. جميلة قوي، شكلها حلو قوي، بحبها قوي. بس شكلها جميل ازاي. بس المحلات قافلة، هي ليه المحلات قافلة كده؟ بس الوردة، الله جميلة قوي، حلوة قوي. العروسة لابسة كمامة عشان ما تتعديش من حد. المحلات هنا فيها حاجات محلات جميلة جدا.
حلو قوي. بس بصوا يا جماعه فاضيه ازاي، يعني احنا كنا بنيجي هنا المكان ده بيبقى مليان ناس، دلوقتي فاضي مفيش اي حد. بصوا عامله ازاي، بصوا مقفلين ازاي. بصوا حاجات حلوه قوي هنا، شنطة ايه؟ شنطة طقم مع الكوتشي. قوي الشنط هنا حلو قوي، شكله جميل قوي. بصوا الحاجة، بصوا الكوتشات حلوة ازاي، الشنط جميلة. بصوا جميلة قوي، هدوء تام يا جماعة. والله يعني احنا كنا بنيجي هنا ما كانتش بتبقى كده خالص، كان بيبقى في حياة. مش عارفة دلوقتي تحس ان لا حياة الا مامتو نادي. بس حلوة ازاي، بابا اللي ماشي قدام ده. بصوا المحلات، بصوا الحاجات دي حلوة قوي، الحاجات دي حلوة قوي. بابا ده بابا. حلو القطتين دول يا قشة. بصوا هما فعلا الجناين والشواطئ كلها والحاجات دي كلها مقفولة فعلا لحد دلوقتي. بصوا محلات حلوة، فيها حاجات حلوة جدا. بصوا احنا طالعين على السلم ده، احنا بنحب قوي السلم ده صراحة، بخاف منه في نفس الوقت. يلا يا بس احمد. يا وجه يا احمد. فين كده قوي، شكلها جميل ازاي. يا وجه ومشينا حلو، المحلات قافلة خالص. ايه بنطلون بمية وخمسين. نطلع السلم تاني. يلا نجني. بص المحلات قافلة الساعة كام؟ متهيألي الساعة 8 دلوقتي، الساعة أو 6. ذكريات والله يا جماعة، يعني أركات دي متهيألي اتحرقت ورجعت تاني بنوها تاني، صح يا ماما؟ لا ساعة الثورة اتكسرت وحاجة باظت خالص. بس يا أجا هي كانت آخر حاجة احنا جينا فينا ساعة الثورة. قبل الثورة كده وبعد كده جينا بقى نخشها تاني، طبعا لقيناها متكسرة، اتدمرت بقى خالص، متدمرة خالص، قفلوها فترة كبيرة على ما صلحوها ورجعت تاني. حلو قوي الحاجات اللي عاملينها دي، شكلها جميل قوي. احنا ممكن نعملها بابا هو يا ماما هناك. انا بخاف من الادوار العاليه صراحه. مش عارفين اكله يعني، عشان النهارده الجمعه ولا حاجات جميلة أوي، شكلها حلو أوي. وصل نور ده هي 25. حلو أوي، بصوا الحاجات دي جميلة ازاي. اللبس حلو ازاي، بصوا اللبس. طبعا مش هينفع اجيب لكم عشان الناس قاعده وكده. بصوا حلوه العبايه دي. بصوا الحاجات دي، بصوا الصغيره دي عسل قوي. يلا
يا قشة يا قشة. في محل عبايات هونيك. حلو اللبس ده. سهل ازاي؟ ده أتمنى. حلوة أوي العباية دي، بس عاملة ازاي؟ لا بس دي كئيبة أوي، ايه ده؟ عاملة كده ليه؟ حلوة أوي العباية دي، شكلها جميل كده وشيك، بحب العباية محزمة أوي بتبقى شكلها شيك كده. ازيكي طنط عاملة ايه؟ بس حلوة ازاي؟ العباد هنا سيمبل قوي يعني، حلو قوي. بس احنا في الاسانسير. انا بدوخة قوي من البتاع ده. احنا طلعنا دور واحد بس. فاضية أوي من هنا، فاضية جدا. بس يا قشة، بس يا أحمد بصوا، حلو أوي المكان ده كده. الورد ده جميل أوي. لا جددوها صراحة، بقت أحلى من الأول. بس لو بتبقى مليانة بقى تبقى شكلها حلو. لكن كده بص شكلها عامل ازاي، فاضية خالص. ايه ده بجد، فاضية جدا. احنا كده نازلين. بس المكان جاحد صراحة يعني، المكان ده عجبني قوي. احنا نازلين. خلاص كده. بصوا الكوتشات حلوة ازاي، الكوتشات هنا جميلة جدا. متضايقة والله العظيم يا جماعة، المنظر فاضي. بصوا عامل ازاي، ينفع كده؟ مينفعش كده، الدنيا فاضية خالص. عشان جرثوم يعادي الناس في البيت. جرثوم. بصوا اللبس هنا حلو ازاي. بس طبعا انتوا عايزين تيجوا، تيجوا بالصبح يعني، متجوش بالليل. حلو الحاجات هنا اوي، محلات فيها حاجات جميلة قوي وذوق قوي جميلة قوي يعني. بس المايو ده جميل قوي، حلو قوي. احنا كده خرجنا اهو. بصوا طبعا هنا كان في جناين يعني كتيرة، كنا متعودين نيجي نقعد فيها، بس صراحة ما لقيناهاش. اهي اركاضية من بره اهي، عشان بس اللي ما يعرفوهاش. لنا كتير محبوسين. بص منظر النيل، احنا قاعدين هنا اهو.
الخروجه الحلوه دي، خروجه جميله جدا. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوناش في اللايك والاشتراك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.